كيف تتم عملية التصويت؟ أولاً، المواطنون المسجلون في اللوائح الانتخابية يتوصلون بإشعار من السلطات يحمل معلوماتهم الشخصية ومركز التصويت التابع لهم. في حال عدم التوصل بهذا الإشعار يمكن للناخب أن يدلي بطاقة تعريفه الوطنية فقط. قبل دخول المركز من المهم جدا التأكد من ارتداء الكمامة ثم التوجه للإدلاء بالبطاقة الوطنية. إذن هنا يدلي الناخب ببطاقته الوطنية حيث يتم التأكد من هويته والتأكد من أنه مسجل باللوائح الانتخابية. أمر مهم أيضا هو التعقيم، يجب بعد التأكد من هوية الناخب أن يعقم يديه قبل التوجه إلى مركز التصويت. إذن مراكز التصويت، هناك عدد من المراكز التي يتوجه إليها الناخب. سنتوجه إلى أحد هذه المراكز لنرى كيف تمر العملية بالتفصيل. كما لاحظتم وسائل التعقيم هي متوفرة داخل جميع المكاتب، إذن يجب الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية. هنا مركز التصويت، إذن فور دخول الناخب إلى هنا يتوجه ليستلم ورقة التصويت. كما تلاحظون هناك نوعين من ورقة التصويت. النوع الأول هي ورقة بيضاء تماما، هذه الورقة تحمل رموز جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية بالألوان. إذن داخل هذه الورقة يصوت الناخب على الحزب الذي يرى أنه يستحق صوته ويستحق أن يمثله داخل البرلمان. ثاني ورقة التي تحمل شريطا رماديا هي الورقة المتعلقة بالانتخابات الجهوية والجماعية. يحمل الناخب ورقتين ثم يتوجه إلى المعزل. هنا داخل المعزل يقوم الناخب بوضع علامة على الحزب، على رمز الحزب الذي يريد أن يصوت عليه. ومن المهم جدا أن لا تخرج العلامة على إطار حيث يوجد رمز الحزب الذي يريد التصويت عليه. إذن مباشرة بعد هذه العملية يقوم الناخب بوضع ورقة التصويت المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب بهذا الصندوق، والورقة المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات بهذا الصندوق. هكذا يكون الناخب قد استكمل عملية التصويت على أكمل وجه. بعدها مباشرة يقوم رئيس المكتب بوضع بعض المداد الذي لا يمحو بسرعة، هذا من أجل التأكد من أن هذا المواطن قد قام بعملية التصويت. إذن كانت هذه العملية والتي تبدو سهلة جدا، لكن يجب الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات الصحية. وللإشارة، فهذه المكاتب تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساءً.